شنو رأيك؟ يما انتحر انتحر هسه انتحر بيها. هنودة مسويت لي مفاجأة تخبل كيكة 4 مليون حبيبي شكرا. اخرت رديتها تنسى الموضوع يلا افاجئها. بس صدق هسه قاعدين ضايجين كان نقول احنا ضايجين ولا تكت فعاليات شيء كان نقول انتظروني انا جابتكم فعاليه بسيطه وحلوه. طب المطبخ طلعت طب وجدتي فتحت الباب على كيف بديها الكيكه وابيعها عليها 4 مليون تخبل. يلا ان شاء الله الخمسة وراها حبيبي شكرا ان شاء الله يوم الالتش يا رب حبيبي ان شاء الله. يلا احلى مفاجأة والله. شو اسمه نفخي قولي اتمنى اصير الكيت كم مليون؟ 10 مليون. يلا ان شاء الله 10 مليون واحنا كنا نهفي ان شاء الله 10 مليون. الكربون اوكي لازم ينشف على البشره لمده 5 دقائق بعدين نضرب الليزر على بشرتي. اوكي اطلع التليفون هسه. هاي الجمله انطبقت عليها من الله يسخم وجهك. يعني انت صدق وجهي الله سخمه. حطينا الكربون اوكي لازم ينشف على البشره لمده 5 دقائق بعدين نضرب الليزر على بشرتي. اوكي اطلع التليفون. خلصنا الليزر الكربوني اوكي هسه بقى بس تخلي لي شو اسمه واقي واطلع. شنو خفيف بس لازم تستمرون عليه تقريبا من 3 جلسة يبين الفرق. يلا تعال هذا وقت ما شنو صار؟ بالضبط هم يهدي الحلال ما نجيب.